عندك اخوات ولا انت وحيد؟ عندي اختي هند واخويا هشام. مين اكبر؟ انا الكبير طبعا. يا عم انا الكبير. الوالده بقى في حياتك ايه؟ دي روحي دي حبيبتي، ربنا يديها الصحه، احنا عايشين والله بدعاها حبيبتي، ربنا يديها الصحه. يعني اتعلمت منها ايه؟ اضافت ايه في حياتك؟ الام بقى انت عارف هو البيت، هو الدفا، هو كل حاجه حلوه. اتعلمت منها ايه؟ اتعلمت منها الصبر. كانت موافقه انك انت تمثل؟ هي فخوره وبابا كان فخور بيا جدا جدا يعني، وماما برضو. لان انا بقول لك الفيلم الاولاني ده اللي اسمه صبيان وبنات، انا اشرقتهم معايا يعني. انت لو شفت الفيلم هتلاقي ابويا وامي واخواتي معايا، لان هو كان الفيلم بيحكي عني مدرس وبيحب التمثيل. وايه المفارقات اللي بين ده وده؟ ده حتى خالد يوسف كان عامل معايا مشهد، كان بيعمل لي اختبار تمثيل وبتاع، الايام دي منزلينه كان انا يعني كنت ضعيف في التمثيل او حاجه، مع ان هو مشهد في فيلم.